بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا. اليوم إن شاء الله بنكمل محل ما وصلنا آخر مرة. آخر مرة حكينا أو وصلنا عند ما يسمى فاي إندكس، بعد ما انتهينا من إنه نحكي عن الهورتن إنفلتريشن موديل، وآخر مثال حلنا كان how to figure out the coefficients of the Horton model. زي ما حكينا الـ F0 والـ FC والـ K value. هذا already حكينا المرة الماضية ووصلنا عنده يعني بالنهاية. الآن بنكمل محل ما وصلنا آخر مرة، وحكينا على الـ Phi Index. الـ Phi Index هل إحنا اتفقنا إنه we have the potential infiltration model. والفكرة إنه بلا ما يكون أنا عندي potential infiltration model هو متغير مع الزمن، وبالتالي all the heatograph above it will be run off, all the heatograph part below it will be losses زي infiltration. هون بنتعامل بهذا المنطق لكن ب constant value للوسنس. خلينا أوضح هذا الشيء بشكل سريع، نجرب على الآيباد. بسم الله. أوكي، فالفكرة عشان أوضحها بشكل سريع بالنسبة لل فاي إندكس، ببساطة اتفقنا انه في عندي هيك بهذا الشكل تايم، وعندي الاف بي اللي هو البوتنشال انفلتريشن موديل حسب هورتن، ممكن نمثله بهذا الشكل. وممكن يكون في عندي مثلا الهيتوغراف مثلا something عامل مثلا زي هيك هيك like that. فاتفقنا انه كل شيء above اللون الأحمر definitely راح يكون في عندي هذا عبارة عن run off، وكل شيء below هذا راح يكون عبارة عن infiltration. الفكرة بالنسبة لل phi index إنه نفس المبدأ هذا، بس بدل ما يكون الخط الأحمر منحني asymptotic بهذا الشكل، بيكون أنا عندي زي كأنه like this. هذه المسافة هي مسميها phi index. والphi index بكل بساطة هي يعني عبارة عن index للwatershed، وبتعبر عن بالنهاية الخط الفاصل ما بين losses وما بين run off. إذا أنت عرفت phi index وجا عندي هيتوغراف معين، then we can tell what would be the value of the infiltration and what would be the value of runoff. نرجع على الباوربوينت ونوضح الإشي هذا بشكل جيد. فزي ما انتم شايفين هون في هاي السلايد، الهاشد اريا بهذا رقم 2، الهاشد اريا بتمثل الرنوف اللي هو خلينا نحكي في عندي جزء مجتزأ من الرينفول، لأنه هذا هيتوغراف، فهذا بنسميه اكسس رينفول، مرات يسموه رينفول اكسس أو اكسس رينفول، يعني وكأنه هذا الرينفول اللي تحول لرن اوف، لأنه في رينفول هو واز لوست وما تحول لرن اوف، ممكن يكون تحول لانفلتريشن بالدرجة الأولى حسب الكتاب تبعكم، يعني طبعا بيكون evaporation، ممكن يكون interception، بس احنا خلينا نتفق انه يعني losses بالدرجه الاولى هي infiltration. اوكي، اذا الهاشد اريا مع الانهاشد اريا definitely بتعطيني اللي هو الهيتوغراف تبع الرينفول ايفنت اللي كان عندي. الهدف من هذه السلايدز الان انه نشوف كيف نقدر نحسب الفاي اندكس depending on المعلومات اللي على الرينفول وعلى الرن اوف. طبعا اهم شيء انه تو ريلايز انه طالما احنا بنتعامل مع انتنسيتي
معناته احنا بنتعامل مع مليمتر بير اور او انش بير اور او ديبث بير تايم. الرن اوف معبر عنه بنفس اليونتس والانفلتريشن بنفس اليونتس. وبالتالي الفاي اندكس برضه بده ياخذ نفس اليونتس بالنهايه. نقرا مثلا كلام هون ما قراناهوش. فاي اندكس از ذا افريج رينفول انتنسيتي ابوف ويتش ذا فوليوم اوف رينفول becomes or equals the volume of runoff. فاولريدي حكينا. كمان انه ال distributed uniformly بعكس ال 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 FP ال Horton infiltration capacity model. لا هذا بيكون variable with time وانت بدك تطلع المساحة اللي تحتيه depending طبعا مرة تانية على نمط الهطول المطري حسب الهيدروغراف اللي اولريدي موجود عندي. نيجي للقانون المهم اللي من خلاله ممكن نحسب الفاي اندكس وهذا لازم نستوعبه بشكل جيد to be able to do the computations. فاي اندكس بيساوي rainfall depth that produces runoff. إذا مش بس مجرد كمان rainfall depth half لكن هو كل المطر اللي شارك ب إنتاج الجريان السطحي. This is very 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 important لأنه لما أجي مثلاً أطلع على هون يعني مثلاً أنا أجيت عملت هيك هذا قلت هذا مثلاً الفاي إندكس بهذا الشكل معناته هذا didn't contribute للرن أوف لأنه أصلاً مقدار الهطول المطري هو أقل من الفاي إندكس وكونه أقل من الفاي إندكس معناته كل المطر في هاي البلس الثالثة will go to infiltration. This is very important. Rainfall depth that produces runoff. إذا بتلاحظوا كمان depth. إذا ممكن يكون وحدة إنش أو مليمتر حاف بدون الزمن. ناقص runoff. ناقص runoff depth. Runoff depth اللي already موجود عندي على duration of rainfall. طبعا مرة تانية duration of rainfall اللي produced runoff. طبعا بالأمثلة هلا إن شاء الله ببين الشيء هذا بشكل واضح. هناخذ هذا المثال ونطلع عليه ونشوف كيف بنحل. A storm with 10 centimeter of precipitation. إذا معطيني total rainfall event depth تبعه 10 سنتيمتر. قبل ما كمل قراءة السؤال هو معطيني الجدول هذا زي ما انتم شايفين هون بتلاحظوا انه مثلا هو عبارة عن cumulative rainfall يعني اول ساعتين كان اللي نازل 4 بالعشرة بعد مرور 4 ساعات from the beginning from start كان مجموع اللي نازل 1.3 سنتيمتر بعد 6 ساعات 2.8 المهم بعد 16 ساعة كان مجموع اللي نازل 10 سنتيمتر. اذا انه يجي يحكي لي a storm with 10 سنتيمتر of precipitation هاي زياده لانه already I can see it من هذا الجدول اللي already موجود عندي هون. اول جزئيه، الجزئيه الثانيه انه استمر الهطول المطري لمده 16 ساعه زي ما انتم already شايفين، اذا duration of rainfall كان 16 ساعه. الآن أكثر من هيك يعني بما يخص هذا السؤال ما فينا يعني نستنتج شيء من هذا الجدول so far يعني طبعا. A storm with 10 centimeter of precipitation produced a direct runoff. إذا الرنوف عندي 5.8 سنتيمتر. إذا هذا R. إذا المطر اللي استمر لمدة 16 ساعة بالتوزيع اللي احنا شايفينه بهذا الجدول عمل عندي run off هذا run off depth تبعه كتوتال 5.8 the duration of the rainfall was 16 hours برضو هاي معلومة زيادة لأنه already we can easily find it من الجدول اللي already موجود عندنا إذا this is كمان زيادة estimate the phi index of the storm يعني احسب قيمة الفاي اندكس لهذه الستورم. أول شيء we need to keep in mind العلاقة اللي already
شايفين هنا rainfall depth that produces runoff minus runoff depth على duration of rainfall. فباجي بطلع مثلا اول شيء لما بدي اجي اطبق هاي العلاقه بهمني انتبه على الثلاث ارقام اللي اوريدي شايفينهم هنا. 10 سنتيمتر rainfall, 5.8 سنتيمتر runoff, و16 ساعه هي عباره عن الديوريشن, duration طبعا of rainfall. فبقدر اجي ارجعهم مباشره ومحل هذا الرقم بقدر احط 10 سوري 10 سنتيمتر الرن اوف ديبث 5.8 بينما الديوريشن اوف رين فول اللي هي 16. اذا this is the first thing we need to do, and when we do like this, طبعا 10 ناقص 5.8 4.2 تقسيم 16 بيطلع عندي 0.2625 اللي هو هذا الرقم. والوحده مره ثانيه من صنف الدبث ومن صنف الديوريشن, اذا الدبث سنتيمتر والديوريشن بالاور. اذا هذا هو اول يعني استيميت للفاي اندكس. الان بدنا نعمل تشيك بسيط جدا. طبعا وحده الفاي زي ما احنا شايفين سنتيمتر بير اور, معناته لازم اطلع على الرين فول كسنتيمتر بير اور. اذا برجع للجدول بلاحظ انه معطيني اياه كدبث او شيء, هذا واحد واثنين كوميولاتيف, وبالتالي انا لازم احوله من كوميولاتيف دبث لانتنسيتي. فمثلا على سبيل المثال عندي بالساعتين اول ساعتين كان اللي نزل 4 بالعشرة, معناته الانتنسيتي هي هاي بير 2 اورز, معناته 4 بالعشرة على 2. تمام يا جماعه. الان باجي مثلا بتطلع بعد 4 ساعات, بعد 4 ساعات كان المجموع اللي نازل 1.3, لكن بالساعتين الثانيين اللي هو 1.3 minus 0.4, وهذا بعطيني 9 بالعشرة بالساعتين, معناته بالساعة 9 بالعشرة تقسيم 2. إذا بتلاحظوا هي already 0.45. مثلا الـ cumulative rainfall بالساعتين الثالثة, يعني بثالث ساعتين يعني بين الأربعة والستة, إذا من الصفر واثنين, بين اثنين والأربعة والأربعة والستة. نزل عندي so far بنهاية الست ساعات 2.8, بنهاية الأربع ساعات 1.3, الديفرنس بيناتهم 1.5, ال 1.5 نزلوا بساعتين, أنا بدي intensity بالسنتيمتر بير أور, معناته واحد ونص تقسيم 2 0.75 سنتيمتر. الآن إحنا بهذا الشكل حصلنا على السطر الأخير من الجدول, الرو الأخير اللي هو بشكل أو بآخر عبارة عن الهيتوغراف. تمام, بس طبعا مش مرسوم يعني, بس مبدئيا هو الهيتوغراف لأنه بعطيني كقيمة الرينفول انتنسيتي with time. الآن أول شيء بدي أتبادر للذهن لما نطلع على هذا الشيء, في رقمين لافتين بشكل واضح جدا جدا, البوينت 2 والبوينت 25, ولافتين بشكل واضح كثير لانه البوينت 2625 اللي هي الفاي اندكس هو اكبر من هاي القيمه, هو اكبر ات ذا سيم تايم من البوينت 2. معناته وات داز ذات ريلي مين؟ خلينا نروح على اول شيء مبدئيا, هذا هو الهيتو جراف. تمام, اللي اوريدي طلعنا القيم تبعته. الان لما حط, خلينا نرجع السلايد اللي هذا بعد شوي. الان هذا اللي احنا حطيناه اللي هو الفاي اندكس, معناته واضح جدا انه انا في عندي اول بلس 2 بالعشره والبلس الثانيه 0.25, هذول they don't contribute, they don't contribute ل الرن اوف. واضح يا جماعه؟ اذا معناته ادخالهم في الكالكوليشنز كان خطا, لكن احنا كاول مره ما بنقدر نعرف. اذا لازم اول شيء نوجد قيمه فاي اندكس الاوليه, وبعدين نيجي نطلع. في عندي تو ايفنتس, هذول التو ايفنتس ام سوري التو بلسز ما شاركوش في الرن اوف. البلس الاولى اللي هي 2 بالعشرة, والبلس الثانيه اللي هي 0.8.
2.5. هذول التنتين لازم استثنيهم من الكالكوليشنز. معناته وكأنه أنا العشرة سنتيمتر اللي كانت بالأساس التوتال رينفول لازم أستثني منهم هذه وهاي. طبعاً هاي كم بتجيب لي؟ مش 0.2 ضربتين، لأنه 0.2 سنتيمتر بير أور لمدة ساعتين، فصار عندي 0.4. وال 0.25 سنتيمتر بير أور برضو حصل ب طريقة كتابة التايم سألت البيت كونفيوزنج، يعني التنين لازم تكون هون الأربعة، بس مش مشكلة الإكسل مرات بيعمل الأشياء بطريقة غريبة. فإحنا بنحكي كأنه من 14 ل 16 ساعتين رمت لي كإنتنسيتي 0.25، معناته إذا هذا كديبث 0.5. إذا معناته the total rainfall اللي ما اشترك في run of generation 0.4 زائد 0.9 0.5 بعطيني 0.9، معناته صف عندي. إذا لو رجعت لهنا مش 10، بيصير 10 ناقص 0.4 ناقص 0.5 اللي هو 9.1. طيب بالنسبة للرن اوف، رن اوف ما تغير، واحنا شفنا رن اوف مقداره 5.8، لكن اللي راح يتغير الديوريشن اوف رين فول. وعشان نحكي صح يعني مش الديوريشن اوف رين فول هاف، لا، ديوريشن اوف رين فول ذات برودوسز رن اوف. بالضبط زي يعني مثلا بدل ما نحكي رين فول ديبث، رين فول ديوريشن ذات برودوسز رن اوف. فانا كل المطر استمر 16 ساعة، امت 2 pulses، واحدة ساعتين والثانية ساعتين، يعني قمت أربع ساعات، فصف عندي 12 ساعة. معناته 9.1 minus 5.8 تقسيم 12، هذا الإيتريشن الثاني للفاي إندكس. وزي ما أنتم شايفين هنا هذه أول واحدة does not contribute، والثانية does not contribute، وبالتالي لما نيجي نعيد الكالكوليشنز بطلع عندي loss coefficient اللي هو مرة تانية الفاي إندكس 0.275. إذن الفاي إندكس اللي بقدر أعتمده اللي هو 0.275. طبعا الهدف من الآن إيجاد الفاي إندكس إنه أنا لو كنت عارف الفاي إندكس لووتر شيد وإجا عندي رينفول بإنتنسيتي معروفة وبديستريبيوشن معروف الهيدروغراف، then I can tell what would be the value of runoff اللي راح ينتج عندي من هذا الايفنت. إذن هي الفكرة الرئيسية إنه أنت أول شيء بتوجد الفاي إندكس وبعدين بتعتبره، وهذا طبعاً خطأ يعني، بس هو هيك وجهة نظر الكتاب، بتعتبره constant للواترشيد. ولما يصير يجيك مرة تانية rainfall event بنون hydrograph then you will be able to tell what would be the resulting runoff. مرة تانية يعني أنت will be able to tell what would be مثلا runoff. كمان برضو تقدر تعرف what would be the losses، لأنه the difference بين rainfall والrunoff بيعطيني كل losses كinfiltration. This is a very interesting question. برضو هذا جبته في أحد السوات السابقة، ممكن تحكوا لحالكم، لكن مثلا ممكن نطلع على فكرة الحل بشكل سريع. وإذا بتلاحظوا معطيني هنا you have two storm events. Storm الأول والstorm الثاني. الأول هياته وهذا الثاني. الآن لما أطلع عليهم بشكل سريع، أول شيء الزمن واضح عندي time ساعات، والintensity millimeter per hour. فبتلاحظوا على سبيل المثال إنه أنا بقدر أحكي إنه the total rainfall اللي إجا عندي في الكيس الأولى هو عبارة عن 5 في 1 زائد 15 برضو في 1، لأنه 1 اللي هو الزمن. مرة تانية بدك تتخيل إنها هيك مكتوبة، هاي 1 هنا، هاي 2، هاي 3، 4، 5، 6، تمام؟ يعني مزيوحين لليمين، وهي طبعاً الصفر هون. إذا معناته هو الـ x-axis هو كل ساعة، فهو سهل جدا. أنت تيجي تحكي مثلا 5 زائد 5 ضرب 1 و15 ضرب 1، لكن ممكن نيجي نحكي 5 زائد 15 20 و20 40 و20 60 و14 74 و1 75. يعني the total depth اللي فيه
اول هيته جراف هو 75، باجي مثلا للثاني هو صح مكتوب عندي في نص السؤال، بس يعني لو مش مكتوب this is the way to get it يعني. مرة ثانية 7 ضرب 1 زائد 18 ضرب 1 زائد 25 وهذه المجرة، ف7 زائد 18 25 و25 50 12 62 و10 72 و3 75. إذا هذا الووتر شيد جاء تو رينفول ايفنتس تو ستورمز، وبتلاحظوا انه الهيدروجراف ديستريبيوشن ديستريبيوشن متغير مختلف، لكن بكلتا الحالتين جاب لي نفس التوتال رينفول ديبث اللي هو 75 ملم، واثنين استمروا لنفس الفتره الزمنيه اللي هي 6 ساعات. التو ايفنتس عملوا لي ران اوف توتال، حتى ران اوف ديبث مكافئ ل 33 ملم. تمام يا جماعه؟ اذا هذا هو التوتال ران اوف في التو كيسز. المطلوب determine the phi index. إذا أول شيء to find phi index we need to use this equation. We need to check the three parameters اللي موجودة فيها, not more than that. وبتلاحظوا مثلا أول شيء duration of rainfall كان 6. إذا هذا 6. تمام؟ الآن run of depth 33. إذن this is 33. الرينفول depth that produces runoff. الآن مبدئياً rainfall depth half هذا هو 75. لكن هل ال 75 هو الرينفول اللي عمل run off, I don't know at this stage. ما بنقدر نعرف. أول شيء إذن أول خطوة لازم أحسب قيمة الفاي إندكس كأول محاولة. 75 ناقص 33 بيطلع عندي 42، و 42 لما أقسمها على 6 بيطلع عندي 7 مليمتر بير أور. طبعا مليمتر بير أور بده يكون من جنس أو من نوع الانتنسيتي اللي اولريدي احنا شايفينه هنا. طيب وبالنسبه للفاي اندكس للحاله الثانيه نفس الشيء، لانه 75 ناقص 33 على 6. الان بدك تيجي قديش طلعناه؟ احنا قلنا طلعناه 7. الان بدي اجي ارسم الفاي اندكس على اللي عندي هون. مثلا لما نيجي نحكي طلع عندي 7، هي ال 7 هون تقريبا، بس المشكله صعب نجيبها 100%. تمام؟ فأول شيء بده يخطر على بالنا immediately إنه أول بلس 5 والبلس الأخيرة السادسة 1. هذول الاثنين اللي هم الخمسة والواحد هذول two pulses they didn't produce they didn't contribute للcalculations تبعت الرن اوف أو they didn't contribute للproduction تبع الرن اوف، هيك أصح نحكيها. واضح يا جماعة؟ فإذا واضح إنه اللي تحت الفاي إندكس لا يمكن يكون بأي حال من الأحوال رن أوف. معناته إذا بهاي الحالة برجع الرينفول ديبث 75، بطرح منه هاي الخمسة وبطرح منه هذه الواحد. إذا 75 ناقص 5 ناقص 1 إذا 69، 70 ناقص 1 69. إذا بيطلع عندي 69 هو عبارة عن the rainfall that produced runoff 69. طب كم الرنوف؟ 33. كم صارت الديوريشن؟ 4، لانه قمنا 2 pulses. اذا duration of rainfall that produced runoff اذا صار عندي 69 ناقص 33 تقسيم 4، 69 ناقص 33 36. اذا 36 تقسيم 4 بيطلع عندي 9 ملم بير اور. اذا 9 مليمتر بير اور هذا الايفنت، بس من اليمين، هذا الايفنت رقم 1. اذا the phi index would be 9 مليمتر بير اور. الان لو اجاك هيتوغراف ثاني لنفس الووتر شيد then you can use that. هلا احنا بنشوف ليش انه هذا الحكي مش كثير دقيق يعني. الان باجي مثلا للايفنت الثاني. مره ثانيه احنا اول شيء اول قيمه للفاي اندكس طلعناها كانت 7.
برد باجي بدي ارسم السبعه منطبقه على اول بلس بالضبط لايك ذس. تمام يا جماعه؟ فاذا هذا الفاي اندكس للحاله الثانيه بس اول فاي اندكس طلع معي. الان باجي بطلع البلس الاولى جاي مسح مع الفاي اندكس. اذا ولا يمكن يعني كل الرينفول اللي نزل في اول ساعه اللي هم 7 ملم كلهم هذول صاروا انفلتريشن، يعني they didn't become او هذا الرينفول didn't become run off. معناته اذا اول شيء بدي اطرح من 75 هاي السبعه، بعدين باجي بطلع كله تمام ما عدا اخر ستيب. اذا عندي كمان ثلاثه، اذا بدي اطرح السبعه والثلاثه اللي هم العشره بدي اطرحهم من ال 75. تمام يا جماعه؟ وبعطيني هذا 65. اذا اول شيء صار عندي the rainfall depth that produce or that produced or that produces a runoff 65 ناقص 33 does not really change على الفترة الزمنية اللي كان المطر producing للرن اوف اللي هم الستة ناقص الاثنين اللي بيطلع عندي already أربعة. فبصير عندي 65 ناقص 33 32 تقسيم 4 8 ملم بير اور. الان الاشكاليه اللي نجت عندنا انه لما تغير نمط الهيتوغراف الديستريبيوشن احيانا بسموه باترن تغير معي الفاي اندكس، معناته احيانا مش صح انه نيجي نعبر عن phi index just one single value لو watershed. لكن لو صدف انه مثلا انا في عندي two rainfall events وعارف الرن اوف تبعهم وطلع كل واحد اعطاني phi index مختلف لنفس الواترشيد عاده باخذ الافرج تبعهم يعني. واذا مثلا بعد سنه باخذ برضه كمان الافرج للثلاث قيم وهل مجره. لكن باللحظه اللي يكون عندي هذا الافرج معروف لواترشيد for some reason انا ما قست الرن اوف لكن كنت عارف الرينفول هيتوغراف then I can use هذا الفايل. نفس الطريقه اللي احنا قلنا عنها انه برجع لهي العلاقه بعتبر انه الفاي المعروف الرينفول ديبث كمان معروف لكن مره ثانيه produces رن اوف ناقص الرن اوف مجهول على الديوريشن معلومه بقدر اعرف مقدار الرن اوف ديبث بالنهايه. مثلا لو جينا مثلا طلعنا هذا اعتقد هذا برضه هذا كمان حل السؤال يعني هذا اوكي مش مشكله خلص هي ملزمش انه نطلع عليه مره ثانيه ذاتس فاين. كمان هنا اذا هذا سؤال اضافي تطلع عليه determine phi index if the rainfall is given in the following hydrograph why the direct run off is 6. اعتقد بس كان انا جبت هذا السؤال الامتحان بس كان عشان السته هي نفس هذه الستة هذا واحد بلس انه بدنا ننتبه لشغله مهمه انه هاي عندي نص يعني عندي هون النص في عندي واحد وهذا المجره فبليز بي كيرفول لما تحل هذا السؤال طبعا انا مش محلول بس حاولوا انكم تحلوه تشوف كم بيطلع عندي قيمه الفاي اندكس بالنهايه. هذا سؤال مختلف كمان هو على كل يعني نفس السؤال اللي عملناه قبل شوي لكن بطريقه عكسيه انه معطيك الفاي اندكس ومعطيك الرينفول هيتوغراف وبقول لك طلع الان الرن اوف فبرضه يو ستيل كان دو ذات از ويل. اتس فيري انترستنج هنا لانه انت عارف الفاي اندكس اللي هو 9 انت عارف الفاي اندكس اللي هو 9 معناته ايميديتلي انت عارف كمان اللي هو شو اللي produces الرن اوف وشو اللي لا. فاذا بتلاحظوا هذا مثلا does not وهذا does not معناته لما اجي انا احط التسعه هيك شو الرن اوف بالنهايه بس هذا وهذا 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 ببساطه. I can easily say for example انه الرن اوف هو عباره عن 15
ناقص 9 هي الثانية، وعشرين ناقص 9، وعشرين ناقص 9، وأربعتاش ناقص 9. لكن مرة ثانية we need to be careful من time limits اللي عندي، لأنه time هو بالمناسبة بالأور مش بالمنت، هاي غلط. I think برضو كمان هو لا هون بالأور مكتوبة، بس هاي بالمنت، هاي غلط بالمنت أكيد بالأور. والفكرة إنه لازم أضرب 15، يعني خمس أحكي 15 ناقص 9 ضرب واحد، عشان أظن بتذكر إنه ممكن تكون هذه 2، ممكن تكون نص، وهذا المجرى. We need to be very very careful في هذا الشيء. I think that's it بالنسبة للجزء 3-1. ضروري تحلوا آخر فرع، اعتبروه زي كأنه homework بس ما عليهوش علامات. إذا أي حدا مش عارف حله يبعث لي على مودل أو whatever بالنهاية، بس you need really to try solving this question. الآن هروح على 3-2 اللي هو الجزء الثاني. تمام، والجزء الثاني بيحكي عن الإيفابوريشن والإيفاب وترانسبيريشن، اللي إن شاء الله اليوم راح أحطهم هذا الثلاثة اثنين على الويب سايت. إذن وطبعاً كاتب لي هنا abstraction from precipitation من المطر، لأنه زي ما حكينا المطر الأساس تحول لرن أوف، هذا هو المكسب. اللوسز اللي هم الانفلتريشن، انترسبشن، ديبريشن ستورج، وإيفابوريشن وترانسبريشن أو إيفابو ترانسبريشن. فإحنا سو فار حكينا على الانفلتريشن، سو فار جبنا سيرة الانترسبشن بشكل سريع مع الديبريشن ستورج بدون أي ديتيلز. ضل بالنسبة لنا الإيفابوريشن والإيفابو ترانسبريشن، لأنه الكتاب بدمجهم ب one term بالنهاية. الآن بعد ما ننتهي من الإيفابوريشن والإيفاب ترانسبريشن، بصير الأساس تبع المساق اللي هو الحكي عن الرن أوف، هذا هو الجوهر تبع كل الكورس تبعنا. إذا to quantify، إذا الفكرة إنه الهدف من هاي البرزنتيشن to be able to quantify both the evaporation and the evapotranspiration. طبعا لما نحكي evaporation نحكي التبخر، لما نحكي evapotranspiration نحكي العملية اللي فيها أو مختلطة أو ميكس ما بين التبخر من المسطحات المائية وtranspiration فقدان المي من التربة عبر أوراق النبات. إذن evapotranspiration. طبعاً هو بس بشرح لك بشكل سريع جداً what does evaporation mean. والفكرة إنه بس أول شيء بدي أحكي لك إنه evaporation كتبخر بدك يعني تتخيلها ك two processes بالنهاية. في عندي عبارة عن transfer، في عندي transform، يعني في عندي انتقال المي للأتموسفير، إذن هذا transfer. وفي عندي transform، تحول المي لبخار ماء، ل vapor، water vapor، لغاز، gases. ولازم تلاحظوا في عندي transfer وفي عندي conversion، تحويل، convert sorry هيك هي الفعل. وده هذا transform، يحول. إذا هي process بتحول فيها المي من حالة السيولة للحالة الغازية، برافق هذا الشيء انتقال المي على شكل بخار ماء متصاعد لطبقات الجو العليا. والفكرة يعني بدون ما نقرأ بشكل حرفي هو لأنه في عندي تسخين لسطح المي، إذا quantity of heat energy طاقة تسخين أو عبارة بالنهاية حرارة، طاقة حرارية بيستوعبها أو بيمتصها سطح المي. هذه الطاقة الحرارية كفيلة بأنها تحرر جزيئات الماء السطحية اللي على السطح،
تحررها من الروابط مع بقية جزيئات المي اللي موجودة، وبالتالي بصير سهل إن هذه المي إنها تتفلت أو إنها تترك سطح المي وتصعد للأعلى على شكل بخار الماء. هذا بشكل مبسط what does evaporation mean بالنهاية. بالتالي في عندي escaping water، طبعا هذا ولا بأي شكل من الأشكال غليان بقدر ما هو بس مجرد إنك تزود المي ب enough energy to get released من سطح من المسطحات المائية الموجودة عندنا. طبعا يعني بشكل أو بآخر في عندي انتقال مضبوط للمي، بس كمان برضو في عندي زي تدرج، يعني بمعنى إنه سطح المي في له درجة حرارة والهواء المحيط له كمان درجة حرارة، الهواء المحيط بالمسطح المائي، وبالتالي فروقات درجات الحرارة هي اللي بتساعد بشكل أو بآخر على حصول التبخر. يعني لما يكون ما فيش ديفرنس بين درجة حرارة المي ودرجة حرارة الهواء المحيط في المسطح المائي، ما فيش بيج ديفرنس، معناته الإيفابوريشن ما بيحصل على وتيرة كبيرة. كل ما كان الديفرنس بدرجات حرارة أكبر، كل ما كان الانتقال المي أعلى نتيجة التبخر. وهذا الإشي بيرتبط بشكل أو بآخر بإشي بسموه الفيبر بريشر. فيبر بريشر يعني وكأنه بشكل أو بآخر هذا البخار بشكل ضغط، فالفيبر بريشر على المسطح المائي والفيبر بريشر في الهواء المحيط ضغط بخار الماء سواء كان على السطح أو كان في الطبقات المجاورة، هذا الديفرنس بيناتهم هو الجريدينت، هو المحرك، بالضبط زي ما حكينا في الهيدروليكس التوتال هيد ديفرنس هو اللي بحرك المي من اتجاه لاتجاه. فرق درجات الحرارة على طرفي مثلا قطعة معدنية هو اللي بحرك الحرارة من طرف لطرف بالنهاية، اللي هي الترانسفير. نفس الشيء هون عندنا، بس بدل ما نتعامل مع temperature values نتعامل هون actually مع vapor pressure. فالضغط عند سطح المي، لأن المي saturated مشبعة، relative humidity تكون 100% أكيد الرطوبة النسبية، فكون عندنا بسميه saturation vapor pressure أو E saturation أو E water زي ما هو already مكتوب عندي هنا. بينما مثلا بطبقة الهواء المحيطة بالمي فهو بيكون drier، يعني الـ humidity أقل، محتوى من بخار الماء أقل، وبالتالي الـ vapor pressure لو نعتبره actual للاير هذا يكون أقل من vapor pressure للمي. والديفرنس في vapor pressure هو المحرك، هو driving force لحدوث evaporation عندي هنا. If you are interested you can read الكلام اللي هون، بس somehow already حكينا. هذه هي العلاقة الرئيسية اللي من خلالها ممكن نحسب مقدار الإيفابوريشن للمسطحات المائية. فالريت أوف إيفابوريشن يسموه EL to indicate الـ L indicates lake مثلا، وكأنه مسطح مائي مفتوح، يعني ما بنحكي عن تبخر من تبخر الرطوبة من مثلا جزيئات التربة، لا لا لا، هذا later on نحكي عنه، بس مبدئيا بنحكي EL معناته بنحكي عن مسطح مائي، بركة، بحيرة، أوشن، سي، whatever بالنهاية. وبدي أساوي بالنهاية the difference in vapor pressure للمكافئ لدرجة حرارة المي والمكافئ لدرجة حرارة الهواء الـ air اللي موجود حوالين surface layer of water. طبعا هذا الـ E هو الـ vapor pressure، ممكن نوجده، طبعا مش ممكن، هو نوجده بالاعتماد على درجة الحرارة تبعت المي ودرجة حرارة تبعت الهواء المحيط، لكن ممكن نوجده يا إما باستخدام equations يا إما باستخدام جداول تربط لي ما بين قيمة temperature وما بين قيمة vapor pressure. C هو عبارة عن constant،
وهذا الـ constant C راح ممكن نحكي عنه later on، بيعتمد على الـ مثلا سرعة الهواء بشكل أو بآخر، وراح نشوف هذا الحكي later on، بيعتمد بشكل أكبر على طبيعة المسطح المائي أو الجسم المائي، مش صح نحكيها، طبيعة الجسم المائي والمسطح المائي اللي إحنا بنحسب له قاعدين الـ evaporation. I think this will be realized throughout هذه presentation. مكتوب عندي آخر إشي آخر سطر إنه evaporation بيستمر as long as في عندي قيمة لل EW minus EA، يعني عندي قيمة لل saturation vapor pressure minus the actual vapor pressure. As long as we have that value معناته في عندي gradient، في عندي تدرج في vapor pressure، معناته في عندي حدوث لل evaporation process. Once هذا the difference بساوي الصفر أو vapor pressure of the surface layer والactual vapor pressure لطبقة الهواء المحيطة لما يتساووا مع بعض أو difference بيناتهم zero، the evaporation process بتوقف عن الحدوث. العوامل اللي بتأثر على الـ evaporation، هلا مكتوب عندي temperature، ومرة تانية the rate of evaporation increases with an increase in the water and air temperatures. We need to be a little bit careful. يعني احنا بهمنا بالنهاية the difference between the water and air. فيعني لما the difference هذا increases بتصير هيك الحكي أدق، خلينا نحكي بهذا بهذا الشكل يعني. طبعا كل واحد له اعتبار مختلف من ناحية المبدأ، يعني مثلا كل ما كان درجة حرارة المي أعلى أكيد كسر روابط الهيدروجينية اللي هي بين جزيئات المي بصير أسهل. ارتفاع درجة حرارة الهواء بيعمل الهواء دراي أكثر، ولما يكون الهواء دراي أكثر بدك تخيل برضو الهواء كأنه زي هو زي سفنجة، لكن الهواء لما يكون دراي يعني في وسع أكثر لبخار الماء في طبقات الجو أكيد، وبالتالي إمكانية حصول الإيفابوريشن بتكون أعلى بالنهاية. لكن إحنا خلينا دائما نفكر في the difference ما بين saturation vapor pressure ما بين actual vapor pressure، هذا هو المحرك الرئيسي. الويند طبعا الهواء أساسي في الـ evaporation process، لأنه أنت تخيل لما تحط مثلاً مي تسخنها على الغاز فتلاحظ أنه بطلع عندي البخار. هلأ لو في هواية فمباشرة تطرد البخار اللي موجود فوق الطنجرة، وبالتالي بصير عندي dryness دراينس فوق الطنجرة، فبطلع بصير في إمكانية إنك تأخذ أكثر بخار لأنه صار عندي relative humidity أقل، وبالتالي الاستيعاب بخار الماء أكبر بصير، وبالتالي يعني لما أنت تغطي الطنجرة فالتبخر الريت تبعه بده يكون أقل، لأنه خلص ما فيش مجال وين بده يروح البخار، فبضل already موجود عندي محصور ضمن الحيز تبعي. إذن wind aids in removing the evaporated، إذن هي عبارة عن removing المية المتبخرة كمرة ثانية كبخار vapor from the zone اللي هو above السطح اللي عم بصير له تبخر، وبالتالي بصير في عندي potential أعلى لل evaporation، لأنه مرة ثانية ضغط بخار الماء بصير أقل أكيد، لأنه المحتوى من بخار الماء بيكون أقل في الطبقة المحيطة بالسطح المتبخر. الأتموسفيريك بريشر الضغط الجوي كمان بيلعب دور. القاعدة بتقولنا إنه a decrease in the barometric pressure الضغط الجوي في المناطق العالية، ما طبعا المناطق اللي لها التيتيود عالي المناطق المرتفعة بيكون وزن عمود الهواء قليل مقارنة مع المناطق المنخفضة، فالضغط الجوي بيكون قليل،
فالإيفابوريشن بيكون أعلى، لأنه يعني ما فيش ضغط على سطح الماء في المناطق العالية مقارنة مع المناطق المنخفضة اللي يعمل على تثبيط أو تسبرس أو يعني يعني ضغط كأنه بيقلل the release of vapor pressure لما يكون في مناطق المنخفضة. يعني هيك الفكرة بالنهاية من الحكي هذا. إذا كان مثلا في عندي أملاح ذائبة إذا سلوبن salt، إذا كان مثلا الماء تحتوي فيها محتوى من المواد الذائبة مثلا أملاح، فمعدل الإيفابوريشن بيكون أقل، يعني الماء بيكون دنسر، بيكون دنسر فالإيفابوريشن بيكون كبروسس أبطأ أو أقل. لكن طبعا الإيفابوريشن يعني كبروسس أساسي لما يكون في عندي أملاح ذائبة مع الماء، لأنه أصلا إحدى طرق استخراج الأملاح هي من خلال أحواض التبخير. يعني بس كبروسس مقارنة مع الماء اللي هي الفريش، الماء الفريش التبخر فيها بيكون كريت أعلى. أوكي، هون مثلا بوضح لي الكلام اللي حكيناه بالصور. مثلا الرسم رقم واحد has to do with the wind effect. إذا بتلاحظوا مثلا الكيس A في واحد والكيس B. الكيس A في مروحة، المروحة تطرد بخار الماء اللي فوق الـ vapor vaporization أو vaporizing surface، بينما في حالة B لا. فتلاحظ في ذات أسهم indicate إن البروسيس أنشط of evaporation في حالة المروحة. بدي أقول لك temperature أكيد لما تكتسب المي حرارة أعلى تكتسب جزيئات المي قدرة أكبر على الانفلات أو التفلت بالنهاية. الرسمة رقم ثلاثة، خلينا نسمي هاي ثلاثة. الرسمة رقم ثلاثة شو بتلاحظوا فيها؟ It's very very interesting هنا. وI think بدأ الواحد يفكر هلأ إنه لما أنت مثلا بدك تجفف، بدك تخلي الممسحة مثلا تنشف، الشريطة اللي مثلا مسحت فيها السيارة، ليش احكي ممسحة؟ ممسحة هذه لغة ربات البيوت. هلا احنا خلينا مثلا انا بغسل السيارة ونشفها بشريطة، بعد ما اخلص من تنشيف السيارة بعد ما اغسلها بنفعش اجي اكوم الشريطة زي ما هي وازدها هيك على رف ولا على في مكان معين. بتلاحظوا بحاول واحد ينشرها، لما ينشرها بيزيد مساحة السطح الإكسبوزد المعرض. طيب لو مثلا حدا طلع على ظهر صنوح وشاف مثلا بقعة مي مبركة، أول شيء بحاول يعمله بعد ما خلص المطر إنه بالقشاطة أو بالمكنسة بحاول يبعثر المي. فلما يبعثر المي بيقلل ارتفاع المي، لما يقلل ارتفاع المي معناته بصير أقل evaporation بتغلب على ارتفاع المي أو السماكة. لكن لو كانت المي متكومة في depression على ظهر السطوح بتلاحظ إنه evaporation بقيم thickness معين، وبدك تستنى كمان تاني يوم لا تطلع الشمس مرة تانية thickness آخر. بينما أنت لو هاي المي وزعتها بعثرتها زي الكيس رقم ثلاثة بتلاقي إنه أنت ساعدت على التبخر، بتلاقي كأنه صار أول شيء بقدر أطلع عليها من أكثر من منظور. يعني ممكن شوف والله هيك ممكن نروح على الآيباد بس ثواني أفتحه أوضح النقطة هذه. It's very interesting لأنه هنا بصير بهمنا الفاكتور اللي حكينا عنه الأمينت اللي هو السي في العلاقة اللي تاعت دالتون هذه. نسينا نحكي بجوز كلمة دالتون بس أنا عاو.
مثلا احنا حكينا علاقه انه الايفابوريشن يساوي كونستانت في الاي مثلا، لا سطح المي الووتر مثلا بسميه هذا ساتوريشن فيبر بريشر ماينس الاي الاكتوال فيبر بريشر لطبقه الهواء المحيطه. الان لما اجي اطلع مثلا بقدر اجي احط هيك الوعاء، بقدر اجي احط الوعاء هيك، يعني تقريبا نفس الشيء، وبعبي التنين مي. بهذا الشكل. ففكرة الرسمة اللي سميناها رقم ثلاثة في السلايدز، إنه لما أنت تنشر المي على مساحة أكبر، راح نفس حجم المي في واحد واثنين اللي أنا رسمته، لكن في الكيس رقم اثنين اللوسز خلينا نحكي بهذا الشكل نتيجة الإيفابوريشن في حالة اثنين أكبر، لكن مقدار الإيفابوريشن كدبث مرة ثانية مقدار الإيفابوريشن كدبث بالحالة واحد واثنين متساوي، ما في مجال. يعني مثلا في أول يوم على سبيل المثال بنقص مربع وبنقص مربع، يعني ما في مجال أكيد، مع فروق بسيطة بحكيها هلا، يعني استثناء بسيط على الحكي اللي بحكيه أنا، بس مبدئيا لو بدي أتعامل بشكل مجرد بس بين الكيس واحد واثنين بدون ما أفكر كثير، فالدبث أوف إيفابوريشن بين الكيس واحد واثنين كدبث نفس الشيء، بس شوف الدبث شو جاب لي بالحالة اثنين، هذا الفوليوم أنا بدي أضربه بهاي الأريا، تمام؟ بينما الدبث عمل لي بس فوليوم أصغر بالنهاية، وبالتالي رسمتها غلط بس مش مشكلة، وبالتالي مثلا في حالة اثنين فوليوم اوف ايفابوريتد ووتر الفوليوم أكبر من الحالة واحد، لكن الاي كفوليوم والايفابوريشن كفوليوم، لكن لما اجي احكي على الدبث نو الدبث از ايكوال، هذه جزئيه. بس لو اجيت افكر اكثر شوي ومره ثانيه خلينا نرجع نرسمهم هذول، بس كان عندي هيك هاي الكيس رقم واحد، وكان عندي هيك الكيس رقم اثنين، خلينا نحكي انه حجم المي اللي اولريدي موجود عندي في الكيس هاي نفس حجم المي somehow يعني اللي موجود عندي في هاي الكيس somehow، يعني واحد شكله أكثر بس مش مشكلة. الآن لما أحطهم الاثنين بنفس شروط المحيطة ألاحظ إنه still evaporation depth، هلا أنا بدي أحكي حكي غير اللي حكيته قبل شوي، evaporation depth في حالة اثنين أكبر من واحد، والسبب بسيط، لأنه أشعة الشمس اللي نازلة في حالة واحد في حالة اثنين، في حالة اثنين أشعة الشمس تقدر تخترق أكثر في هذا الريزرفوار مثلا في حالة اثنين، وبالتالي تقدر توصل للأعماق، وبالتالي إمكانية إنه يخزن حرارة في حالة اثنين أقل من حالة واحد، معناته إمتى هو بصير عندي evaporation بشكل كبير؟ لما خلص ما بتقدر أنت المسطح المائي أو السيستم المائي أو الريزرفوار أو الليك تقدر تخزن هاي الحرارة، بالعكس ساعتها بصير تعمل ريليس للووتر، لكن في حالة واحد الحرارة بتضلها وين؟ بتضلها بس في الطبقات العليا وما بتنزل تخترق لتحت، وبالتالي في إمكانية سيضل يستوعب حرارة ويخففها في حالة واحد، وبالتالي الدبث تبع الإيفابوريشن في حالة واحد يكون أقل من الدبث of evaporation في حالتين. This is why إحنا حكينا إنه C هاي C هاي معادلة دالتون، هاي C بتعتمد على عمق المسطح المائي اللي موجود عندي، كل ما كان المسطح المائي عميق كل ما كانت قيمة C منخفضة، كل ما كان المسطح المائي فلات والعمق تبعه محدود كل ما كانت سي قيمتها أكبر، لأنه بسرعة الحرارة بتتغلغل في المسطح المائي اللي الدبث تبعه محدود، وهي هي الفكرة هذه تحديدا في هذا الشكل. لكن زي ما حكينا
يعني ما بدي ادخل تو فاكتورز لما احلل رسمه واحده. فهمني بس نقول انه الايفابوريشن ديبث نفسه في هذه في الكيس هذه والكيس هذه، لكن الدبث في الكيس رقم ثلاثه في اليسار هو اعلى ديبث اوف ووتر من اليمين، وبالتالي الايفابوريشن صعب ياكل من الكيس مثلا A مقارنة من الكيس B ونخلصها. مثلا في حالة الرسم الرابعة واضح زي ما حكينا لما نغطي وين بده يروح بخار الماء الووتر فيبر، ما فيش مكان، وبالتالي بصير في عندي إشباع، بصير في عندي الهواء مشبع رطب، معناته يعني المحتوى من بخار الماء بيكون عالي، يعني كأنه almost كل المسامات الموجودة في الهواء كلها مليانة ماء. وين بدي يروح أي بخار ماء جديد؟ ما في مجال يعني. تمام؟ يعني في لما نحكي مثلا في مكان معين الرطوبة عالية جدا جدا جدا، مثلا في دول زي دول الخليج أو الإمارات أو إشي، يعني وكأنه الواحد لو مشي بالشارع بجوز يغرق، هيك معناتها طبعا. ما تحكي الرطوبة مثلا 95% هون وصل كأنك بدك تغرق، يعني كل الهواء اللي حواليك مليان بخار مي، يعني هون وصل كأنك بدك تغرق بالنهاية، هيك معناتها يعني. الـ estimation of evaporation في له أكثر من طريقة، في باستخدام جهاز اسمه evaporimeter أو pan evaporation أو evaporation pan، وفي عندنا empirical equations وفي عندنا analytical methods. هنطلع عليهم ناخذ فكرة سريعة. الإيفابوريميتر أحيانا يسموه evaporation pan بيشبه زي ما انتم شايفين، بيشبه الطشط هيك، والفكرة إنه بيكون مليان مي، وناخذ مثلا قراءة الصفر مثلا الصبح أو الساعة 8 الصبح أو whatever، وممكن نرجع الساعة 8 بعد 24 ساعة وناخذ قراءة ونشوف قديش نزل المستوى. طبعا ممكن ندير في مي ونشوف قديش الدبث اللي أضفناه يعني، وهيك هو اللي very common بالنهاية يعني. either way works fine. أحيانا بيكون في sensor والsensor enables us to tell immediately what was the change in the water depth in the evaporation pan over time. إذن هذا البان أو حين نسموه class A pan، طريقة بسيطة جدا في قياس الإيفابوريشن، وبتلاحظوا إنه محطوط على قاعدة خشبية تشبه بشكل كبير اللي إحنا بنسميه بالعامية المشتاح البلت بالإنجليزي، والهدف من هذا المشتاح الخشبي أو القاعدة الخشبية to prevent أي heat transfer مع الأرض، وبالتالي if this happens definitely ما بتاخذ قراءة صحيحة لل evaporation. بده يحكي لي مثلا انه يعني البان evaporation يعني هو صح بالدرجه الاولى اخذ بعين الاعتبار تاثير درجات الحراره، اخذ بعين الاعتبار كمان تاثير الهيوميديتي لانه اوريدي موجود في هذا، اخذ تاثير الاشعاع الشمسي سولار راديشن، اخذ تاثير الويند طبعا اوريدي هذا كله موجود يعني، لكن كمان ممكن يكون في عندي رينفول، هذا هو اللي بهمني بالنهايه. وبالتالي معناته بدنا نكون حذرين يعني، مش بس كمان ممكن احنا بعد 24 ساعه نضيف مي ونعرف كم مقدار اللوسز في المي نتيجه الايفابوريشن، بس اولسو ممكن يكون دخل مطر عندي وبالتالي غير من القراءه اللي تبعت المنسوب، وبالتالي مش بس كمان التغيير هذا ناتج عن الايفابوريشن لحاله، بس برضه كمان في عندي انبوت هذا جاي من الرينفول، وبالتالي وي نيد تو اكاونت فور ذات. اذا هاي كمان نقطة مهمة. بدي احكي لك كمان شغلة ثانية، انه احيانا بيكون زي مغطى الايفابوريشن بان بتشين
تشين زي سلسله من الفنس اللي هو الجدار، بس هو بده يحكي لك كانه في مشبك. هذا المشبك ممكن يكون زي ما انتم شايفين هيك او شيء فنس، هي اطار فنس جدار كانه اطار مشبك تشبيك يعني ستيل الاوز المطر ينزل والمي تتبخر واشعه الشمس تخترق، لكن بمنع prevents animals from drinking، وبالتالي اكيد بياثر على القراءه اللي اوريدي ممكن تكون موجوده عندنا. هو مثلا بحكي لي انه دائما بكون مليان مي، عاده بكون العمق تبعه 50 ملي او 2 انشز 5 سنتي، و وبعد 24 ساعة then you refill، ترجع تعبي مرة ثانية. مرة ثانية the decline in the depths indicates the losses اللي already موجودة عندي هنا. This is an example of how to make the computations for the evaporation pan. خلينا مثلا ناخذ أول شيء كيس رقم واحد، وهي الكيس رقم اثنين. وتلاحظوا مثلا اول شيء كان في بداية الفترة منسوب المي زيرو، بعد فترة زمنية بغض النظر قديش نزل منسوب المي بهذا الشكل وصار عندي نزل بمقدار نص. تمام، الآن كم كان مقدار الإيفابوريشن؟ طبعا احنا اول شيء النص هذه الهبوط هذا رجعناه للصفر من خلال adding water، وبالتالي كمية المياه اللي تم إضافتها معروفة اللي هي نص. تمام، إذا هاي كمية المي اللي تم إضافتها. الآن لما أجي أطلع هنا، إذا أنا ضفت نص وكان في عندي evaporation، معناته بكل بساطة بقدر أجي أحكي what I have added هو inflow، what was taken أو output هو خارج. إذا added اللي هي النص ناقص اللي خارج اللي هي الإي المجهولة بساوي التغير اللي هو صفر، لأنه رجعناه للمنسوب اللي كان من أول. معناته مقدار evaporation في الكيس الأولى هو مساوي ل the added value of water. لما اجي على مثلا على الكيس رقم 2 بلاقي اول شيء انه انا في بدايه الفتره كان عندي صفر منسوب او مستوى المي زيرو، بعد مثلا 24 ساعه لقيت انه هذا عندي 0.7. اذا منسوب المي عندي في الايفابوريشن بان 7 بالعشرة. الان بهاي الحاله ما راح اضيف، أنا بهاي الحالة أول شيء بده يكون في عندي ريموفال، هاي أول شيء، رقم اثنين. طب إذا كان عندي صفر وفي بداية الفترة وصار 7 بالعشرة، معناته ديفينتلي في إجا مي عندي. طب إذا كان الرين فول مقداره 1.3، طب كيف عرفنا إنه الرين فول 1.3؟ جنب الإيفابوريشن بان يكون في عندي زي تيبينج باكيت كيج. بالتالي قرأ لي خلال مثلا 24 ساعة انه كان مقدار الهطول المطري 1.3. معناته اذا اول شيء انا بدي اجي اطلع بدي اعمل ماس بالانس، بدي اجي احكي في الحالة رقم 2 اول شيء اللي دخل عندي اللي هو البي precipitation، واللي اشتغل كتنقيص الايفابوريشن، وكمان انا بدي اقيم مي. I have to remove water. المي اللي انا اوريدي I removed هذا بدي ارجعه لما انا اقيم مي للصفر. الان what I removed، انا I removed 7 بالعشرة، هذا شيء اكيد. اذا هون عندي 7 بالعشرة. what is the evaporation مجهول لانه بدي اوجده. كم كان مقدار الرينفول البي هو عباره عن 1.3. اذا this is the rainfall. إذا 1.3 ناقص الايفابوريشن المجهول ناقص what I removed، يعني أنا جبت كأنه زي كيلة أو سطل وشلت من الطشط هذا الايفابوريشن بان بمقدار 7 بالعشرة.
بصير عندي 1.3 ماينس اي ماينس 7 بالعشرة بده يساوي صفر بالنهاية. وبالتالي you can get the value of evaporation بمقدار 6 بالعشرة. طبعا 6 بالعشرة ايش؟ حسب اليونتس اللي اوريدي موجودة عندي، ممكن يكون انشز، ممكن يكون سنتيمتر، whatever بالنهاية. إذا this is يعني هي صفت، هي نفس المثال اللي اوريدي حكيناه سابقا في لما حكينا على الهيدرولوجيك سايكل والووتر بادجيتنج، مجموع الان بيساوي مجموع الاوت. لما يكون عندي تشينج ان ستورج بيساوي صفر، وهون احنا تشينج في الستورج بيساوي صفر لانه رجعنا للصفر زي ما اوريدي بدينا فيها. طبعا بدي احكي شغله مهمه هون، انه evaporation pans أو زي ما هم سميها هون evaporation class A evaporation pan. Then هاي evaporation pans are not exact models. يعني هو شو يعني model؟ هو إشي بحاول يحاكي الواقع. فقراءة evaporation من هذا pan هي بشكل أو بآخر indication لل actual evaporation في الواقع زي الليك مثلاً. لكن بدي احكي لك هون في drawback، في drawbacks، في يعني مشاكل، خلينا نحكي بهذا الشكل، او شغلات ما بتخلي البان ايفابوريشن او ايفابوريشن بان مكافئ للليك على سبيل المثال. مثلا زي بنجي نحكي عندي هون اول شيء مثلا جينا رسمنا هي هيك البان، او حتى خيروا على الايباد احسن أسهل. اوكي، يعني مثلا اول شيء هي عندي القاعده اللي حكينا عنها مشتاحه قبل شوي، وهي البان اللون الأسود قاعد بهذا الشكل، تمام؟ وهنا مثلا البحيرة هي سطح الأرض هيك وهيك، يعني هذا مغطى، هذا مغطى، هاي منسوب المي مثلا، هاي منسوب المي، هذا بان دكتور، هاي بحيرة. تفضل. مش عارف إذا عندي بس مش كل الشاشة مبين هيك. هيك أوكي اوكي. انا زحت شوي بس الله مش مشكله، منيح اللي حكيت لي. لما احرك فيها هيك مثلا اختفت بالكامل. اوكي تمام، منيح اللي حكيت، شكرا لك. هلا هون عندي هون مثلا بحيره وهذا مغطى، هاي سطح الارض جراوند سيرفيس. هلا اول مثلا بدي احكي لك على سبيل المثال، اول شيء طبعا انا للاسف ما رسمتهاش بشكل جيد، البحيره مش معقول زي الطشط تطلع هيك يعني، بس احنا حكينا الفكره قبل شوي انه هذا في امكانيه يستوعب الأشعة، أشعة الشمس، هاي أشعة الشمس، وبالتالي يعني شو بتعمل أشعة الشمس في بحيرة مقابل أشعة الشمس على الطشط هذا؟ أكيد تأثيرها على الطشط تكون أكبر على البان، وبالتالي مثلا هذا البان بسرعة بتعبى هيت أو طاقة حرارية، وبالتالي تسخينه بيكون أسهل. يعني مثلا البحيرة بتعمل كلمة بسموها dissipation، تبدد للطاقة الحرارية، وبالتالي البان بعطيني evaporation بهاي الحالة أعلى من evaporation اللي بحصل في البحيرة واقعيا. هاي أول جزئية. الجزئية الثانية إنه هلأ evaporation pan في له حواف زي ما بتلاحظوا هنا، وبالتالي هذا بيعمل زي شادو، زي ظل. إذا في عندي ظل هاي منطقة مظللة، معناته إذا مش كل ال 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 البان بكون عندي معرض لأشعة الشمس، لأنه ممكن يكون جزء منه ماخذ ظل. بينما مثلا في البحيرة، مثلا نتخيلها بشكل أفضل، البحيرة بتكون هي أصلا عاملة بهذا الشكل هيك، وتلاحظوا إنه سطوع الشمس عليها بيكون أكبر، بالتالي ما فيش عندي الشادو اللي موجود. طبعا هاي بقدرش اعبر عنها هون لانه اصلا بعمل شادو هون، لكن هون بشكل افضل، وبالتالي مثلا الشادو في حاله البان بيكون اكبر، وبالتالي اذا بعمل عندي شيء عكسي، الايفابوريشن في هاي الجزئيه من البان بيكون اقل،
واضح. يعني إذا في عندي situations بهذا الشكل، مثلا what else، مثلا في حالة البان اطلعوا الأطراف، الأطراف ممكن تسخن كمان. طب البحيرة كيف بده يسخن؟ هذا عندي هون تربة أصلا، هذا سطح الأرض، يعني هذا الطرف مش راح يسخن ولا هذا الطرف راح يسخن. مثلا البان أطرافه مكشوفة، فممكن كمان يعني أشعة الشمس تيجي هيك، تمام. وبالتالي ممكن everywhere إنه يلعب دور مثلا في تسخين البان بشكل أو بآخر. وبالتالي مثلا برد برجع evaporation pan ممكن يعطيني قيمة ل evaporation أعلى من حالة مثلا ال EL أو ال lake evaporation. عشان هيك يعني هذا بدنا نوصل له احنا بالنهاية. في عندي زي ما انتم already شايفين هون lake evaporation EL معمول له correction لل pan evaporation، إذا CP correction coefficient for the pan، وقيمته مثلا معطينا عندي هون 7 بالعشرة. يعني مثلا رجعنا هون مثلا وقلنا مثلا evaporation في حطينا هذا في مكان معين واعطاني evaporation نص مثلا سنتيمتر بير داي، هذا لازم اضربه ب7 بالعشرة بصير مثلا 35% من السنتيمتر إذا بدي أعتبر البان فاليو كقيمة معبرة عن الإيفابوريشن الحقيقي اللي موجود. إذا كل بان إيفابوريشن فاليو لازم أو إيفابوريشن بان هيك نحكيها فاليو لازم إنه نعملها كوركشن بضربها بقيمة زي 7 بالعشرة بالنهاية. الآن احنا سو فار حكينا إنه في عندنا الفابوريميتر، الفابوريميتر جهاز قياس الفابوريشن هو البان. بعدين في عندي الإمبريكال إيكويشنز، وهذه نموذج للإمبريكال إيكويشنز. وسو فار حكينا هاي الإيكويشن، بس عبرنا عنها بإنه الليك إيفابوريشن الإي إل بيساوي كوفيشنت سي ضرب اي دبليو ماينس اي اي، وحكينا اي دبليو اللي هو ساتوريتد فيبر بريشر، الاي اي اللي هو الاكشوال فيبر بريشر، الكي مره ثانيه هو عباره عن زي كوفيشنت بيعبر عن العمق تبع المسطح المائي. كل ما كان المسطح المائي عميق كثير فيري ديب صعب الحراره تتغلغل، وبالتالي الايفابوريشن بيكون اقل. كيف بتكون اقل؟ كل ما كان المسطح المائي شلو مش عميق، معناته الحراره كانها بتعبيه بتتغلغل فيه، وهيك بتنشط الجزيئات المي وبتساعد على الايفابوريشن، فالكي بيكون قيمته مرتفعه. الاف اوف يو اللي احنا شايفينها هون هي عباره عن فانكشن بيعتمد على الويند سبيد زي ما احنا اوريدي شايفين هون. الاي ال وحدتها بالمليمتر بير داي، يعني بتستخدم هاي الايكويشن وحده الايفابوريشن من المسطح المائي هي بالمليمتر بير داي. الفيبر بريشر هو عباره عن ضغط، والضغط ممكن نعبر عنه بوحده الدبث، والدبث عندي هون مش مليمتر اوف ووتر، مليمتر اوف ميركوري الزئبق. اذا then we can tell بالنهايه the value of the lake evaporation. خلينا نوقف عند هاي السلايد. يعني تقريبا هذه هي المقدمة النظرية، شوي مملة بالنسبة للإيفابوريشن، بس بعديها بصير كلياته إن شاء الله حل ونعمل كوانتيفيكيشن للإيفابوريشن. سو فار صار أنا عندي بهاي الحالة صرت to some extent بقدر أحدد الإنفلتريشن، to some extent بقدر أحدد بعد نهاية هذا البرزنتيشن الإيفابوريشن، وبالتالي بقدر أفكر ب الووتر بادجت ايكويشن. صار في عندي وكانه تو تيرمز في هاي الووتر بادجت ايكويشن اخذناها في جزء واحد، نقدر نعمل كوانتيفيكيشن لتو اليمنتس موجودين فيها. اوكي، باي ذس وي كم تو ذا اند اوف ذس ليكتشر. سوري انها كانت ممله. يوم ال 27 الشهر ان شاء الله راح يكون
امتحان الفيرست ل سلايد 16، يعني 16 مش داخل معنا، لحد 15 يعني 15 داخل معنا هذه، حتى يعني 16 مش مشكله، 16 15 زي بعض بالمناسبه. يوم 27 بيطلع عندنا يوم سبت، اذا يوم السبت الجاي ان شاء الله الساعه 7 مساء. ضل في عندي محاضره بدي اسجلها اليوم باذن الله، اللي هي تتمه جزء البريسبتيشن. انا نسيت موضوعها، بس اليوم بسجلها ان شاء الله، بكون داخل معكم في امتحان الفيرست. اوكي، يعطيكم العافيه يا جماعه، نراكم على خير.